وهناك فرع من الخوارج ايضا يكفر الامه باسرها لانها لا تدخل في حزبهم، يقولون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. تاثروا بمنهج ابي الاعلى الموجود وسيد قطب، ففي كتابه المسمى في ظلام القران يقول واللفظ هكذا: وقد ارتدت البشرية بجملتها في مشارق الأرض ومغاربها. قال حتى المؤذنين فرعاة الغنم والأئمة في المساجد عنده كفار. لماذا تعرفون؟ قال لأنهم لم يثوروا على الحكام. وهذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لماذا فسرها الصحابة؟ روى أحمد رضي الله عنه في أحكام النساء كتاب هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة كفر دون كفر. يعني ما فيها من الكبائر. هذا ما قاله ابن عباس، لا يعجبهم ابن عباس. وروى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنها قال: نزلت في اليهود. هذا تفسير الصحابة للآية. أما سيد قطب ومن تبعه كفروا كل الأمة وكتابهم يشهد عليهم. نحن لا نحكي عن منام رأينا فيه سيد قطب، ما بيننا وبينه؟ قلنا نحن في بداية الكلام الشرع فوق الجميع، الشرع فوق الجميع. من هنا يا أحبابنا، غير مقبول أن تأتي فرق شذت وانحرفت فتحكم على أهل الجنة بالكفر. أهل الجنة يحكمون عليهم بالكفر؟ كيف هذا؟ الرسول يقول: قم يا بلال وأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مسلم. هم عندهم هؤلاء ليس من المسلمين. كيف؟ كيف التوفيق بين قول الرسول وقول هؤلاء؟ إذا نحن مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يتوسل ويتبرك ليس بكافر، أن من يتوسل ويتبرك ليس بمشرك. واسمعوا يا أحبابنا، القرآن الكريم الذي أنزله الله نزل ليأمر بالشرك أم لينهى عن الشرك؟ ماذا يقولون في قول الله عز وجل إخبارا عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ثم جاء بعد ذلك في الآية مقطع، جزء من الآية: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد. معه يعقوب نبي ويوسف نبي عليهما الصلاة والسلام. فلو كان التبرك في آثار الأنبياء الشرك، هل يقبل شرعا وعقلا أن يكون النبي داعيا إلى الشرك؟ لا. فإذا يوسف عليه السلام أوصى وأمر بإلقاء قميصه على وجه أبيه، ويعقوب ارتد إليه بصره بقميص يوسف. فليأتوا بكل أقمشة الدنيا الآن وليضعوها على عيون عميانهم، هل يبصر بذلك؟ إذا ما الذي جعل يعقوب يبصر؟ البركة. وين البركة؟ معمل قماش؟ لا. طيب، إن قالوا هذا شرع من قبلنا، فقل الشرك لا يكون شرعا لنبي من الأنبياء. إن قالوا هذا شرع من قبلنا، قل لهم تكفرون الأنبياء وتقولون شرع من قبلنا. إذا كان أنت لا تقبل به فالأنبياء يفعلونه. الشرك لا يكون شرعا لنبي من الأنبياء. ثم ماذا يقولون في قوله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان، فكيف بمن يدخل مقام محمد؟ كيف بمن يدخل إلى قبر رسول الله؟ وتعرفون مقام إبراهيم في مكة عند الكعبة ما معناه؟ أي أثر قدم إبراهيم. فإذا كان هذا أثر قدم إبراهيم
القرآن يمدحه هذا المدح، فكيف بالقبر الذي حوى جسد النبي؟ كيف بالتربة التي حوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يكون مباركا، فكيف الرسول لا يكون بركة؟ من الكعبة والمسجد الحرام أمام رسول الله؟ والله لولاه لولا الرسول لما عرف الناس لا الكعبة ولا المسجد الحرام، ولا ذهبوا إلى مكة ولا إلى المدينة. فإذا كيف يكفرون الأمة؟ يقولون هذا ورد فيه النص. تقولون ورد فيه النص؟ أين ورد النص بمنع التبرك بالنبي محمد وآثاره؟ هم يكذبون على الناس، يقولون نقف عند النصوص. أين النص الذي ورد في المنع من التوسل والتبرك؟ ما ورد. اقلبوا عليهم الكلام، قولوا لهم أين النص، أين الدليل الذي يمنع من زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شيء آخر، هم يقولون نحن مع السلف، وكذبوا. السلف كلهم كانوا على التبرك بالنبي وآثاره. هذا أحمد بن حنبل كان له 3 شعرات من شعرات النبي، كما روى ذلك الذهبي في معجم الشيوخ. قال ابنه عبد الله: كنت أراه يخرجها يقبلها ويضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشرب. هذا أحمد الذي ينتسبون إليه، يقولون حنابلة وهم تنابلة. ليس حنابلة، أحمد بريء منهم. أحمد رضي الله عنه يروى عنه أنه قال: إذا مت فضعوا لي في فمي شعرة وفي كل عين شعرة. هذا أحمد الذي ينتسبون إليه رضي الله عنه، كان من المتوسلين المتبركين المنزهين، لم يكن مجسما ولا كان يمنع التوسل والتبرك. شيء آخر، السلف إبراهيم الحربي ابن إسحاق أبو إسحاق، وكان من أئمة السلف، قال: يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط القبر بل الحجرة. هذا أين ذكر؟ رواه الشيخ منصور البهوتي ابن يونس ابن إدريس الحنبلي في كتابه كشاف القناع في باب الجنائز، قال: قال إبراهيم الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي. فإن قالوا لك هذه المواجهة ما كانت أيام الرسول والرسول ما مسها، فلماذا أنت تتبرك بها؟ قولوا لهم: وأنتم في الطريق إذا رأيتم الشاة خروف سخلة هل تقبلونها؟ شو يقبلونها؟ لكن إذا صار جلدها غلافا للمصحف يقبلونه. والمواجهة جاورت النبي فصارت مباركة بمجاورتها للنبي محمد. وإن قالوا: ما فعل أحد من الصحابة والسلف التبرك بالقبر الشريف؟ قولوا: روى الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو خالد بن زيد من أشراف أهل المدينة. الرسول نزل في ضيافته لما جاء إلى المدينة، دخل إلى القبر الشريف ووضع وجهه على القبر تبركا به. دخل والي المدينة، والي المدينة مروان بن الحكم، قال: أتدري ما تصنع؟ فقال أبو أيوب: أنا جئت رسول الله ولم آت الحجر. ولم يسكت له، بل قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. معناه أنت يا مروان لست أهلا لتكون حاكما على المدينة. ما سكت له. هذا فعل الصحابة. بلال الحبشي كان يمرغ وجهه بتراب القبر النبوي الشريف. وروى القاضي عياض أن الخليفة المنصور لما حج وزار الرسول رأى وجد هناك إمام دار الهجرة، مين؟ أبو عبد الله إمام مالك بن أنس رضي الله عنه. فقال الخليفة: يا أبا عبد الله، أستقبل القبر وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟
فقال الإمام مالك: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله؟ بل استقبله وادعوه. وهم اليوم يقولون: من استقبل القبر في الدعاء فقد عبد القبر. قولوا لهم: خطيب الجمعة يوم الجمعة كيف يدعو؟ مستقبلا القبلة أم مستدبرا؟ يوجد خطيب في الدنيا عند الدعاء يستدبر الناس ويستقبل القبلة؟ إلا إذا أرادوا أن يفعلهم ذلك الآن. فإذا كان خطيب الجمعة لأجل من كان على شاكلتهم يستقبلهم في الدعاء يوم الجمعة ويستدبر القبلة، فلماذا نحن لا نستقبل الرسول وندعو؟ وإنما وإن استقبلنا القبر إنما السماء هي قبلة الدعاء وليس القبر، لأن الإنسان لو كان مشرقا أو مغربا إلى الشمال أو الجنوب، نائما على ظهره أو على بطنه فدعا، لا يدعو هذه الجهة التي هو متوجها إليها. إذا ماذا يريدون من الناس؟ لماذا يكفرون الأمة؟ لماذا يقولون يا مشرك يا كافر؟ لماذا يضربون هذا؟ إذا جاء يسلم على رسول الله، الناس يتركون أوطانهم أموالهم، يتركون أبناءهم حبا برسول الله، ويذهبون إلى المدينة لزيارته عليه السلام، فيقال لهم هناك: يا مشرك ويا كافر، ما يستحون من الله، يؤذون أحباب رسول الله عندك على بابه. ثم من أدلة جواز التوسل والتبرك، من جملة أدلة جواز التوسل والتبرك ما رواه الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق عن أبي العالي الرياحي. من أبو العالي الرياحي؟ كان من التابعين، تلميذ أنس، من أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى أنس، ماذا فعل أنس رضي الله عنه؟ أخذ تفاحة وناولها لأبو العالية. أبو العالية ماذا فعل؟ أخذ هذه التفاحة صار يقبلها. تفاحة يقبلها لماذا؟ اسمعوا ماذا قال: هذه تفاحة مستها يد مست رسول الله. لأن أنس بيده المباركة الشريفة مست الرسول، فمست التفاحة بهذه اليد. يقول: هذه تفاحة مستها يد مست رسول الله. هذا فعل الصحابة ومن بعدهم من التابعين، ما يستحون من الله. هذا أنس رضي الله عنه الذي خدم الرسول 10 سنوات في الحضر والسفر، ما اعتبر نفسه مستغنيا عن التبرك بآثار الرسول بعد وفاة الرسول، بل كان له شعر أخذها يوم حجة الوداع كما روى ابن حبان في الصحيح في الأنواع والتقاسيم، قال: وهو يموت أخرجها فقال: ضعوها في فمي. هذا أنس. وأوصى أن تدفن معه قطعة خشب كانت أخذت من عصا هي للرسول، عصا كان أخذ قطعة منها نحو ذراع، قال: ضعوها بين جنبي وقبري في القبر، في القبر في الأرض. هذا أنس، هذا خادم الرسول. واسمعوا يا أحبابنا يا إخواننا، من جملة ما ورد في البخاري في باب غزوة الطائف أنه صلى الله عليه وسلم دعا بعض الصحابة بوعاء ماء ثم مد فيه وحركه بيده وقال: اشربوا. واحدة من زوجاته ويقال هي أم سلمة قالت: اترك. كان الذي يحمل الإناء اثنان من الصحابة: وماذا تركتما لأمكما؟ تريد منهما شيئا من هذا الماء؟ هي زوجته، مع ذلك أرادت من هذا الماء لأنه بصق فيه وحرك بيده. بل في البخاري أن الرسول كان إذا تنخم كما ذكر الأستاذ ما كانت تقع نخامته في الأرض إلا في يد بعض الصحابة، وكان الرسول عليه السلام إذا توضأ يكاد الصحابة يقتتلون على آثار وفضلات وضوئه، فإذا وصل بعضهم متأخرا ولم يبق من هذا الماء شيئا أخذ من البلل الذي على وجه صاحبه ومسح على نفسه.
هكذا كان والرسول يرى. يعني يا اخواننا قولوا لنا اذا كان زعم الوهابية هذا شرك، يعني زعم الرسول جاء يدعو الى الشرك، يعني انهدم الاسلام بزعمه. الرسول جاء يمحق الشرك، يمحق الشرك. وهنا نذكر في الختام هذه الفائدة، وهي نقل الإجماع الإمام المجتهد المفسر محمد بن جرير الطبري في كتابه الجامع لأحكام القرآن، نقل الإجماع، إجماع الأمة، وذلك في تفسير سورة التوبة عند قال يحلفون، عند الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، أن من تكلم بكلمة الكفر الصريح، الكفر الصريح يعني يفهم معناه، يعرف ما يقول، وهو تكذيب للدين، تكذيب للإسلام، تكذيب للشرع، استخفاف بالأنبياء، بالصلاة، بالصيام، تشبيه لله بخلقه، ماذا قال؟ قال لا خلاف بين الأمة أن من قال ذلك كفر ولو لم يقصد الكفر. لماذا؟ لأنه يفهم معنى ما يقول. أما إذا كان اللفظ له عدة معاني والمتلفظ لا يفهم المعنى الكفري منه، هنا لا يكفر، وإنما يسأل عن مراده ويعلم ويرشد، لأن علماء الأصول قسموا اللفظ إلى ظاهر وصريح. لكن نحن الآن عن من نتكلم؟ عن من يتكلم باللفظ الصريح، مع أن يوجد ضوابط كثيرة في مسألة التكفير، لكن الآن نتكلم عن مسألة واحدة. مثلا واحد يحتقر الرسول، تأتي تسأله عن قصده، واحد يشبه الله بخلقه، واحد يكذب الإسلام، يكذب القرآن، هو والله لو سبك ما كنت تسأله عن قصده، فكيف هنا تسأله عن قصده؟ لا يسأل. ونقل الإجماع أيضا على ذلك، أن من تلفظ باللفظ الصريح يكفر ولا يسأل عن قصده، نقل الإجماع أيضا على ذلك الإمام الفقيه الشافعي تقي الدين الحسني رضي الله عنه في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد، ونسب ذلك إلى السيد الإمام المبشر أحمد. إذن هذه مسألة إجماعية، من تكلم بلفظ صريح كفر ولا يسأل عن قصده. فالإنسان إذا وقع في أي كفرية من الكفريات مازحا أو غاضبا، دين الله ليس ملعبة للناس، ليس مجالا للفوضى واللعب، هذا خرج من الإسلام. نحن كيف ننصحه ليرجع للإسلام خوفا عليه، خوفا من عذاب الله، من الخلود المؤبد في جهنم؟ نقول له نحن نحب لك الخير ونخاف عليك من النار، رجع للإسلام بالشهادتين، ليس بقول أستغفر الله، وإنما بالشهادة يرجع للإسلام، وبعد الشهادة إن قال أستغفر الله ينفعه، أما بدون الشهادة لا يرجع للإسلام. نقل الإمام المجتهد أبو بكر ابن المنذر في كتابه الإشراف الإجماع على أن توبة الكافر الأصلي والمرتد تكون بالشهادتين، بالشهادتين. فإذا سمعتم من كفر لو كان مازحا لا تقول له قل أستغفر الله، قل له تشهد، بالشهادتين يرجع للإسلام، وبعد الشهادة إن قال أستغفر الله نفعه